باقترابهما يمد سجاد التفاهم على الساحات الساخنة، وتفرد معه الدبلوماسية الوقائية لموسكو وأنقرة ضد تقلبات الإقليم. روسيا وتركيا، ما بان بينهما إلى حد التلويح بالمواجهة العسكرية عشية سقوط السوخوي المدوي خريف 2015 ضاق سريعا، وقد نادتهما أدوات النزاع لقولبة ما تذيبه نيران الصراع الإقليمي في أوان المصلحة المشتركة والخاصة. بحران أسود وأبيض، تحوم حولهما نوارس وغربان للبلدين. على البحر الأسود ضيقت روسيا على تركيا سياحتها فيه بعد ضمها لجزيرة القرم ورفض أنقرة الاعتراف بتلك السيادة. لا تكترث موسكو وهي التي تسعى إلى لجم نفوذ أوروبي محروس بقوات النيتو هناك. في الملعب السوري وحوله اختلفتا وتعادتا إلى حين إطلاق صافرة أستانا وسوتشي وفرض وقف لإطلاق النار ورسم مناطق خفض التصعيد ولو على حساب الأنين السوري. وإلى الغرب المتوسطي حيث ليبيا، لحقت متأخرة تركيا لكنها تبدو الكاسبة، وقد قلبت مياه المتوسط على اليونان بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، وفرضت معادلات إبقاء العاصمة الليبية قوية أمام الشرق الذي دعمته موسكو بلا مجاهرة. لا تغضب روسيا، وقد خدمتها تركيا بالنيل من أنوف خصومها الأوروبيين وشفط غاز المتوسط قبلهم. تخدم أنقرة موسكو أكثر، وقد منحتها موقع قدم مغيض لأوروبا وأمريكا بشرائها منظومة صواريخ S-400 وهي العضو في حلف الناتو الذي تأسس ضدها. وفي ناغورني كاراباخ رعت تركيا استيقاظ الصراع بين أرمينيا وأذربيجان واصطفت إلى جانب باكو ونالت ما أرادت باحتساب نصر لها هناك. مهارته روسيا لا يضيرها من فاز، وقد آل إليها رسم آليات وقف إطلاق النار ونشر قواتها لحفظ السلام في الإقليم لخمس سنوات مقبلة. إلى سوتشي يعود لافروف وتشاوش أوغلو في خبايا الملفات المتفق عليها والاختلاف حولها ما يستحق التعهد كي لا تشيخ.